السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الطبيعة الصامتة بالرصاص. هناخد التفاحة دي وهتشوفوني وأنا بظللها بالخطوات كتدريب تاني على التظليل وعلى الخطوات بتاعته. ركزوا معايا. في البداية هنرسم التفاحة ياريت واحنا بنرسم يكون او تكون الخطوط بتاعتنا خفيفة جدا، بلاش نرسم بقلم تقيل زي مثلا 4B او 6B، ياريت خطوطنا تبقى خفيفة جدا. عشان ما يبقاش شكل الرسمة في الاخر كده متحدد، يبقى شكلها واقعي الى حد كبير. للي حابب يشوف فيديوهات اكتر للطبيعة الصامتة هيلاقيها على القناة بس تحت شوية. في اول الفيديوهات عندي تحت كنت عاملة زي سلسلة كده للطبيعة الصامتة، اصل كل الفيديوهات سواء مثلا تعليم العين، تعليم المناخير، تعليم المناخير اللي هي الانف، يعني تعليم البق اللي هي شفايف، الاذن، كل الحاجات دي اصلها موجود في الفيديوهات القديمة تحت. لأي حد حابب انه يتعلم البورتريه او يتعلم الرسم عموما، سواء مثلا عايز يتعلم التظليل بألوان الخشب، التظليل بقلم الرصاص، التظليل بالفحم، الحاجات دي كلها اصولها هتلاقوها تحت في الفيديوهات القديمة على القناة. بعمل المنطقة الغامقة الفيديو كي ان شاء الله هندمج مع بعض التونات بتاعت قلم الرصاص بالادوات الدمج اللي هي ادوات التسييح. يعني اللي حابب يعرف التسييح بيتعمل ازاي او بنشتغل ازاي لو احنا هنسيح بالقلم الرصاص، سوري، بادوات التسييح،
انا بشتغل بقلم 4B، قصدي الرمياء العود او رمي العود ده بتاع التفاحه، قصدي هنا في تون غامق قوي، هبتدي ادمج التونات في بعضها. شايفين سن القلم؟ وهنا هبتدي أأكد على التونات. يعني ايه أأكد على التونات؟ يعني أشوف بقى لو في تون مثلا أغمق شوية من اللي أنا كنت عاملاه في البداية، فابتدي أحط عليه تون تاني علشان أغمقه شوية. لو في مثلا تون أنا مدمجتوش في اللي قبليه أو اللي بعديه، أبتدي أدمجهم في بعض. هنا مثلا لاحظت ان هنا محتاجة اغمق شوية المنطقة دي، دلوقتي هبتدي اعمل الخطوط اللي جوه التفاحة زي ملامس كده جواها.
دلوقتي بقى هبتدي اعمل التون اللي من تحت خالص، او الظل الرمياء التفاحة على الترابيزة او على الارض اللي محطوط عليها. ده شكل التفاحة بعد ما خلصت، وده شكل التفاحة من غير إضاءة. استنوني الفيديو الجاي، هعمل برضو معاكم طبيعة صمتة بس هستخدم معاكم أدوات الدمج وهوريكم بندمج بيها إزاي. أتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.